كلهم كلهم مرضين. أنا باكل نفسي في الصيف. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. فين شيخ صف الصف؟ في الكلية واحد وتسعين. الكلام ده احنا كنا نتكلم عن الدرس الماضي في الجاي مش كده؟ نعم. ماشي عشان نبدا كده نقرا الكلام ثاني عشان نرجع الشيء. ولما أنهى الكلام على قسم الواجب والمستحيل شرع في بيان الجائز فقال وجائز في حقه تعالى. إذا احنا عندنا الكلام قسم في التوحيد واجب إيه؟ مستحيل. المستحيل يقابل الواجب أكيد الجائز وجائز طبعا كده إجمالا يجوز في حقه تعالى فعل كل ممكن وتركه بس عام يشمل كل شيء. ولكن هنا خص ايه؟ وجائز في حقه تعالى الايجاد اي ايجاد الممكنات سواء وجدت بالفعل او لم توجد. والايجاد والخلق بمعنى واحد، يعني الخلق ده ليس واجبا على الله تعالى وانما هو جائز. جائز في حقه، يعني لو شاء ان يخلق يخلق، لو شاء الا يخلق لا يخلق، بدليل حدوث العالم انه تعالى لم يخلقه ثم ايه خلق. وسبق العالم بالعدم معناه ايه؟ انه تعالى مختار، والاختيار معناه حدوث العالم. والايجاد والخلق بمعنى واحد هو تعلق القدره بوجود المقدور، فان تعلقت بالحياه سمي احياء، وبالموت سمي اماته، وبالمرزوق سمي رزقا وترزيقا. وهذه التعلقات هي المسمى بصفات الافعال، انما عند الماتريديه هي ايه؟ صفه التكوين. وصفات الافعال حادثه عند الاشاعره قديمه عند ايه؟ الماتريديه. فان قلت قد تقدم ان تعلق القدره واجب فكيف يحكم عليه هنا بالجواز؟ قل الواجب التعلق الصلوحي القديم، اما التنجيزي فجائز وكل جائز حادث. فإن قلت الخلق والإيجاد من صفاته تعالى وكيف يتصف تعالى بالحوادث، قلنا هذه أمور اعتبارية تعرض للقدرة لا وجود لها في الأذهان ولا تحقق لها في نفسها ككونه قبل العالم ومعه وبعده، فلا يلزم قيام الحوادث به تعالى.
إذا الإيجاب إيه؟ والترك. ولما خص الإيجاب والترك؟ هذا جائز وهذا جائز، لأن الإيجاب إيجاد نفسه إن تعلق بخلق يسمى تخليق، برزق ترزيق، إحياء يسمى بحياة يسمى إحياء، بموت يسمى مات، والكل يرجع إلى يعني زي كأنه ذا كلي، وما عداه جزئيات متفرعة عنه. فمعنى حياة يعني إيجاد الحياة أو أو سلبه، وهكذا. لكن كما جاء بالإيجاد والترك، ثم عطف الإسعاد والإشقاء، لأنه في نزاع وخلاف وفي معركة كلامية حول هذا الأمر اللي تكلمنا عليه المرة الماضية. والترك أي ترك الإيجاد للممكنات سواء وجدت أو لم توجد، يعني أن إيجاد كل ممكن أو تركه أمر جائز في حقه تعالى، إن شاء فعل وإن شاء ترك. لماذا قلنا إن شاء فعل وإن شاء ترك؟ لأنه تعالى فاعل مختار وليس فاعلا بالإيجاب، يعني فاعل مختار. ومن ذلك أي ومما هو جائز، أي ومن الأمور الجائزة في حق الله تعالى، بعث مين؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام. ده عند مين؟ عند أهل السنة والجماعة. أما المعتزلة عندهم إرسال أو بعثة الرسل واجبة، لأنه تعالى عندهم يجب عليه فعل الصلاح والإيه والأصلح، وليس معنى يجب عليه كما قلنا أن هناك موجب، وإلا لكفر المعتزلة. معناها هناك موجب يعني قهره أو لا، لم يقولوا بهذا المعنى، ومعنى عندهم أنه واجب في حقه أنه لا يفعل إلا هذا، يعني يفعل غير كذا. مش معنى واجب معنى أن هناك من أوجب ذلك عليه، لم يقول بهذا المعنى، لا من قريب ولا من بعيد. وفي من قال إنه إرسال الرسل مستحيل، إذا عندك في مسألة بعثة أو إرسال الرسل إما جائز وهذا رأي أهل السنة والجماعة، إما واجب وهذا رأي المعتزلة، وإما مستحيل وهذا رأي البراهمة والسنية. قالوا يستحيل عليه ذلك واعتبره عبث واكتفى بالعقل، وذلك ينكر الرسالة وينكر الرسل. الجبرية مولانا؟ نعم؟ لا، الجبرية ما قالوا بأنه إرسال الرسل مستحيل. قال إرسال الرسل عندهم لا، يترتب على مذهبهم في الجبر أن يكون إرسال الرسل كذا، ولكنهم أجابوا عن هذا ولم يسكتوا، فقالوا التكليف جبر والثواب والعقاب جبر وبعثة الرسل، يعني كل شيء عندهم حاجة اختيار. ومن ذلك بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام ورؤية الباري سبحانه وتعالى. رؤية الله سبحانه وتعالى عند جمهور أهل السنة والجماعة جائزة، أما عند المعتزلة مستحيلة، يعني المعتزلة لا يثبتون الرؤية لله سبحانه وتعالى، عندهم الرؤية مستحيلة على الله سبحانه وتعالى. واضح الكلام ولا مش واضح؟ لا. طبعا الدليل اللي تمسكوا به المعتزلة تمسكوا بأدلة كثيرة في هذا الأمر، منها أنه لابد المرء يكون في جهة ويكون جسم ويكون في مقابلة الرائع ويكون في شرائع، في لوازم كثيرة. واستدلوا أيضا ببعض الأدلة اللي هي النقلية على نفي رؤية الباري سبحانه وتعالى، ولكن يقال لهم أن الرؤية نوع من الإدراك، يعني ما يقال فيها نوع من الإدراك، بمعنى أنهم ما تمسكوا به من أدلة مثلا الذي دل على جوازها في قوله تعالى حكاية عن الكليم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم، طلب الرؤية، قال ربي أرني أنظر إليك،
فمعنى طلب سيدنا موسى عليه السلام وهو كليم الله تعالى والرسل لا يجهلون ما يجب لله سبحانه وتعالى وما يجوز في حقه وما يستحيل. فطلب الرؤية من سيدنا موسى عليه السلام دليل على انه ايه الرؤية جائزة، لان لو كانت غير جائزة لم يتعلق بها طلب الكليم على نبينا وعليه افضل الصلوات واتم التسليم. يعني مش ممكن ايه يطلبها نبي من الانبياء، واضح كده؟ نعم. واللي قال بايه باستحالة الرؤية، يعني قال ايه لو صح ان يرى كل موجود، يعني معناها انهم يثبتون الوجود، والدليل الذي يصح اقوى الادلة عند الناحية العقلية عند الاشاعرة انه الوجود. نعم. اللي هو يصح الرؤية، لانه لو لم يرى الموجود لانه في ذاته لا يرى لاستوى بالمعدوم. لو سئل هل المعدوم يرى فتقول ايه لا. طب ليه لا يرى؟ لانه معدوم. اذا يجب ان يرى الموجود لانه ايه لانه موجود. فقالوا لو صح ان يرى كل موجود لرأينا العقل والروح والجاذبية، يعني هذه اشياء موجودة. حد ينكر وجود العقل؟ حد ينكر وجود الروح والجاذبية؟ اذ انهم يتجهوا الى هذه الموجودات التي ما اعطي البصر طاقة على التعلق بها، ولم يروا الافا من الموجودات التي ترى، وعلة رؤيتها الوجود. فالله تعالى ستر اشياء موجودة في الكون عن ابصارنا، فقال تعالى فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. يعني لماذا لا نرى الملائكة او لا نرى الجن او لا نرى ما خلف الجدار؟ لان الله تعالى لم يخلق فينا هذه القوة وهذا الادراك، لان حجب عنا اشياء وارانا بعض اشياء. واقسم تعالى في كتابه فقال فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فمما لا نبصره عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الروح. وعندما ينكشف الغطاء، شوف القرآن يقول لنا انه في اشياء لا نبصرها، فلولا ايه اذا جلبت وانتم حينئذ تنظرون ونحن اغرق لكن لا تبصرون. يعني في اشياء كالروح عندما تخرج من الميت لا نبصر لا نراها. وجاء في آية اخرى فقال لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد، الآن نرى. وفي آية أخرى نفي الرؤية. فليس معنى هذا أننا لا نرى الملائكة لاستحالة رؤيتهم، وإنما لمانع من رؤيتهم. يعني لم يخلق الله تعالى فينا هذا الإدراك أو هذه القوة التي نراهم بها. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فيبقى المانع من الرؤية ليس استحالة رؤية هذه الموجودات المخلوقة، إنما هي جائزة ممكنة. إنما المانع مانع آخر غير أن هذه الأشياء لا ترى، وإنما هو الحجم، محجوبون عن هذه الرؤية، أو مداركنا وقوتنا واستعدادنا ليس متأهلا. بدليل أن الله تعالى عندما طلب سيدنا موسى الرؤية كأنه طلب العوامل التي تساعده أو تمكنه، فلم يقل ربي أريد أن، قال أرني، يعني هو لا يستطيع الرؤية، يقول له أرني يعني مكنني أعطني المقومات. كلمة أرني، فإذا أراد أو خلق الله فيه القراءة رأى، كما قال تعالى لنريه من آياتنا في حق مين؟ فلولا أن الله تعالى أراه ما رأى، وهو رأى أم لم يرى؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى. بس كيف رأى؟ لم يرى إلا بأن الله خلق فيه إمكانيات واستعدادا أعلى حتى يرى به. لقد رأى، وقال لنريه، كما قال تعالى في حق إبراهيم عليه السلام وكذلك نري
هو بذاته لا يرى الا اذا خلق الله تعالى فيه الايه. فطلب سيدنا موسى ارني انظر، فانظر دي اسمها ايه؟ جواب مجزومه كده، جواب الايه؟ جواب الطلب. يقول جواب الامر، جواب الطلب، جواب الطلب او جواب الجواب. فكانه قال ارني ان ترني انظر، كده واقع في جواب الايه؟ الطلب. قال لن تراني، برضو استدلوا المعتزله بكلمه لن، ان دي لن لتأبيد الايه؟ لتأبيد النفس. نعم. يعني معناها كده لن تراني، يعني معناها ما فيش رؤيه. قال ايه؟ لن. انما لو قال له مثلا لا، رغم ان هم لو فهموا يجد ان نلاقي فيها حرف مد. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم من باب اولى في قوله تعالى لا تدركه الابصار، كان قال لن لو بناء على مفهوم المعتزله. لكن ايه اللي اقوى، نفي الرؤيا ولا نفي الادراك اللي هو في احاطه؟ لكن فالمفروض تيجي في لن، تيجي لا، فدل على انه لا اقوى من لن. ولكنهم قالوا هم ذريع لن دي عشان تكون الناس ايه؟ فالكلام الراجل جاوب عن ايه؟ الاجابه بلن تراني. فقال دليل على انه لم يكن يعرف وقت ما هو مطلوبه، والانبياء لا يعرفون من الغيب الا ما عرفوا، الا ما عرفه الله تعالى الا من انه يسلك من بين يديه. والرؤيه في نفسها جائزه وممكنه، والدليل على ذلك انه طلبها والانبياء لا يجهلون على علم، لكن ممكن لا يعرف الوقت الذي يكون فيه الطلب من الوقت الذي لا يكون فيه بإذن علم. ويستحيل أن يخفى على نبي كلمه الله تعالى ما لا يجوز، أو أن يجهل من صفات الله تعالى ما عرفه المعتزلة وأضرابهم. كيف يجهل سيدنا موسى أشياء شوية العيال ولا يعرفوها؟ فلو كان يعلم استحالتها ما طلبها. ده كلام الإمام الرازي جميل. والإجابة بلن تراني، ما كانت إجابة كده بلن تراني وانتهى الأمر، ولكن بعد استدراك. فلو كانت لن للتأبيد، لتأبيد النفي، والاستدراك اللي بعده ده عبث. ما دامك لن تراني، ايه فايده في الكلام الثاني؟ ليس في شرعي رؤى غير ممكنه ومستحيله، اذا ما معنى ولكن انظر الى الجبل، لان الكلام ملوش معنى. اذا كان المساله ايه؟ حتميه كما يقول ومستحيله. فالاجابه بعدها بلن تراني اعقبت بالاستدراك اللطيف. ولكن انظر، ولو لم تكن الرؤيا جائزه لما كان هناك فائده من الاستدراك الذي تضمن تجلي الله تعالى للجبل مما يدل على إمكانية التجلي، تجلي عن الظهور، وإلا لما وقع. لو كان ظهور الحق سبحانه وتعالى للجبل مستحيلا لما وقع، بدليل قوله فلما تجلى ربه للجبل، للجبل يعني مش لمين؟ لموسى عليه السلام. ليه؟ لأن طاقته ليست كالجبل، والجبل ده من الممكنات ولا مش من الممكنات؟ يعني الجبل ده أزلي ولا ممكن؟ مخلوق. وسيدنا موسى أزلي، يعني ده ممكن وده ممكن، ما الفرق بين الجبل وبين سيدنا موسى؟ أن الحق تبارك وتعالى لما تجلى للجبل، والجبل عظيم وشامخ وقوي وأقوى من موسى بكثير جدا، وخلق الإنسان به ضعيف، ومع ذلك اندك الجبل وتلاشى وتذرى واستوى بالأرض. فعلم موسى عليه السلام أنه لم يكن ينبغي له أن يطلب هذا الطلب، لأن طاقته ليست كالجبل، مع أن طاقة الجبل المعروفة لم تقوى. فما بالك لو كانت تجلي لموسى؟ ما كانش يعني فقط يعني ده، سيدنا موسى لما شاف الجبل اندك صعق من رؤيه الجبل، مش من تجلي الحق سبحانه وتعالى. فما بالك لو
لو كان لتجل الحق كان كان كذا انعدم، ما فيش عبارة نقولها. إذا كان بالنسبة للجبل حصل هذا حتى مش مع الرؤية ده مع التنزل الإلهي القرآني، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فهذا دليل على أن الرؤية ليست منتفية في نفسها بل لما هو أكبر اللي هو الجبل ده قد اندك وتبدل وتذرع وتهدم حتى سوي بالأرض، فكأن الله تعالى أعلمه لأن الجبل على قوته وصلابته لا يثبت لتجليه في هذه الدار، فكيف بسيدنا موسى عليه السلام؟ لا، ليس معنى التجلي للجبل أن الله تعالى لم يكن إيه ظاهرا أو كان محجوبا عن الجبل ثم ظهر له، ولكن معنى التجلي للجبل أن الله تعالى خلق فيه الحياة وخلق فيه الرؤيا فرآه ولكنه لم يشهد ولم يثبت. المعتزلة قالوا ايه؟ قالوا فلما تجلى ربه للجبل جعله ايه دكا، ولكن انظر الى الجبل فان تقرر مكانه. احنا بنقول كذا علق الله تعالى امر الرؤيا على استقرار الجبل، استقرار الجبل امر ممكن وما علق على الممكن فهو ممكن، اذا فالرؤية ممكنة وليست مستحيلة. هم قالوا لا، استقرار الجبل ده مستحيل لأن الله تعالى يقول ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، يعني الجبل حيتحرك وحيهتز كيف؟ فإن استقر، قالوا يعني معناها لو استقر الجبل وهو متحرك يعني هيجتمع فيه الايه النقيضين أو الضدين الحركة والسكون، واجتماع الحركة والسكون ده مستحيل عقلي، إذا معنى كده استقرار الجبل مستحيل وما علق على المستحيل فهو مستحيل. المغالطة دي كيف نرد عليها؟ نقول لهم أن المستحيل هو اجتماع الحركة والسكون، ولكن كل جبل يكون متحرك ثم يسكن أو يستقر بعد الحركة، يعني يبدل الله تعالى الحركة بالسكون، هذا إيه ممكن. بمعنى إن استقر مكان أن إذا تحرك الجبل فاستقر يعني ثبت ترى، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى، بل استقرار الجبل مش وهو متحرك يجتمع فيه الحركة مع الاستقرار والسكون، يعني يبدل الله تعالى هذه الحركة سكونا فيستقر. هل هذا مستحيل ولا ممكن؟ ممكن، انما هم فهموا يعني استقر وهو متحرك وان تحرك وهو مستقر، شغل مو عايزين يحلوها بايه باي وجه من الايه الوجوه. لما استدلوا مثلا بايه اللي بيقولوا عليها ايه لتعبيد النفس، نقول لهم لم دي مش لتعبيد النفس، بدليل ده هي للنفي القريب كمان مش حتى للبعيد، بدليل قول تعالى عن السيدة مريم إني نذرت للرحمن فلن أكلم اليوم، ده يوم واحد وبعدين خلاص، يبقى كون ربها اليوم ده معناها نفي قريب مش نفي بعيد. وبعدين قالوا إن هي ليست لتعبيد النفل لأنه الاجتماع حتى معها ولذكر أبدا معها، في قول تعالى ولن يتمنوه الموت أبدا، لو كانت للتعبيد بأبدا دي تكرير، وهذا آية في القرآن الحديث معناها ذكر أبدا دي ملاش معنى، ده اللي أفاد التعبيد أبدا مش لن، خلاص كده؟ حتى نأتي في آية الإعجاز فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا. طب هل هم لم يفعلوا بمانع ولا لأن الأمر في نفسه ليس فيه وسعين في مانع؟ فإذا زال المانع كيف تكون؟ فالمفروض ما قالوه في القرآن يقولوه بالنسبة ليس لم تران، لأن معناه في مانع، فإذا زال المانع إذا خلاص بطل عمل إيه؟ عمل لن، إنا لن ندخلها أبدا لن ما داموا فيها، لأن معناها إذا خرجوا حيزول عقل التعبيد هنا
طب كان فلن أبرح الأرض حتى يأذن لأبي. لو كان هذا للتعبير جاي معنا حتى جذب سناقب إن هذا ليس لإيه لا يقال أنه للتعبير. يعني في أدلة كثيرة. مين اللي تمسك بكده؟ الزمخشري. ومعروف الزمخشري معتدل. يبقى هو دليل طلب سيدنا. هم بعد كده راح يلفوا يقولوا سيدنا موسى طلبها لقومه يعني لم يطلبها لنفسه. وهذا غير صحيح لأن الله تعالى يقول له في آخر الآيات إن اصطفيتك على الناس وخذ ما آتيتك يعني طلبها لنفسك ولم يطلبها لقومك. تمام كده؟ وهذا دليل على إيه؟ على جوازها. وتعليقها على استقرار الجبل أمر ممكن. ولو استقر الجبل أو إن ثبت الجبل يعني من باب أولى إذا كان الجبل لم يستقر ولم يتحمل. وهذا يدل على إيه؟ هل لم هنا حتى لو حملناها زي ما قال المعتزلة على التأديب اللي في الدنيا فقط لأن سيدنا موسى طلبها في الدنيا فلم يقل سيدنا موسى عليه السلام رب أرني أنظر إليك في الآخرة إنما طلب في الدنيا فجاء النبي متعلق بأمر الدنيا وليس بأمر الآخرة حتى قال النووي وغيره حتى لو قال رب أرني أنظر إليك في الآخرة وقال له لن تراني لكان النفي خاص بسيدنا موسى واحد حتى لو قال له لن هو فقط اللي مش هيرى لكن لا انما متى يكون الامر عام به وبغيره لو قال لو كان الجواب لن ارى او انا لا ارى ان معنى كبر هو مستحيل انما طالما لم ياتي الجواب بهذه الطريقه دل على انها ممكنه وجائزه في الدنيا وفي الاخره مش فرق بين الدنيا ولا بين الايه لا لا أقوى لا تدركه الأبصار دي خلاص مفاجأة تأكيد لا كده لو كانت لن أقوى تنجأت في هذا الموضع اللي هو إيه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف وبعدين إيه اللي بيقول لنا إنه لا أقوى لن بتيجي معاها أبدا إنما لا ما تجيش معاها لن يتمنوه أبدا هذه اللي أفادت التأديب مش لن نفسها ولكنها تتعلق بالنفي في الاستقبال والنفي قريب فلن أكلم اليوم ولم تقل لا دليل على أن مسافتها إيه أقرب من مسافة إيه من مسافة لا أما نعم موضع عشان يري سيدنا موسى عليه السلام أن الجبل مع صلابته وضخامته وعظمته وقوته لم يستقر فيعني كده معناها موسى حياة بيه خالص ولكن في الآخرة كان إمام مالك قال كلمة جميلة جدا بيقول يعني لماذا لا نرى الله تعالى في الدنيا بأبصارنا ونقل السلام للقمر يعني بيقول لأنه تعالى باقي وأبصارنا ثانية ولا يرى الباقي بالثانية فإذا كان في الآخرة أعطانا أبصار باقية لا تفنى فيرى الباقي بالباقي ولا يرى بالثانية إذن الرؤية إيه؟ جائزة ولا مستحيلة والمعتزلة ذهبوا إلى عدم تجويز العقل رؤية العباد لربهم وأن العقل يحكم بامتناعها احتجوا إيه أقوى أدلة المعتزلة على أنه تعالى ليس بجسم شكرا ونحن نعرف الموضوع ده ولا في جهة من الجهات وأنه يستحيل عليه المقابلة والمواجهة والرؤيا لا تتحقق إلا إذا كان المرئي في جهة مقابلة لنظر الرائي ف
فلهذا لا يمكن لعبد أن يرى ربه لا في الدنيا غفلوها خالص الله يسأل على غفلوها قال لا يمكن لعبد أن يرى ربه لا في الدنيا ولا في الآخرة لامتناعها عقلا. وبلغت الجرأة بتاعتهم أن بعضهم مش كلهم اختلفوا في رؤيته تعالى لذاته، فمنهم من قال إنها مستحيلة أيضا مع أنه يعني لا يمكن أن يكون بالنسبة لذاته في جهة، فقالوا بعضهم هل يرى الحق تعالى ذا منهم من عمم. شوف الناس في بيقول إيه محل النزاع بيننا وبينهم يرجع إلى إيه؟ إلى أن الموجود الذي لا يكون ما خلاص ما قالوا عشان أي حاجة عشان ترى لازم يكون تكون جسم ولازم تكون في مقابلة الرأي يعني في جهة منه. إذا النزاع دلوقتي انحصر في الموجود الذي لا يكون مختصا بمكان وجهة، هل يجوز هل تجوز رؤيته أم لا؟ إذا انحصر في دلوقتي في الموجود اللي هو منزه عن الجهة والجسمية هل تجوز رؤيته أم لا؟ ثم هل العلم هذا السؤال ده. هل العلم لما تيجي تقرر تقرير علم كده هل العلم بالامتناع؟ ما احنا دلوقتي عم نقول موجود هو تعالى موجود ولكنه ليس جسما وليس في جهة لا يكون في مقابلة من الايه من الرأي. فالسؤال هل العلم بامتناع رؤيته بدئي ولا استدلالي يعني ضروري ولا نظري؟ إذا كان بديهي يجب ما فيش لا يحدث خلاف بين الناس حيث الكل مجمعين على أن هذا أمر لا يمكن لو كان بديها يعني معناها ليس إيه ليس بديهي ليس ضروريا ولكنه استدلالي، فلو كان بديهيا لما وقع الخلاف ولا دليل على امتناع الرؤية لكل ما لا يكون مقابلا أو في جهة في دليل على كده. إذ الرؤية شوفيها من عبارة نسبة خاصة بين طرفين، يعني إيه معنى الرؤية؟ في حاجتين، في رائي وفي إيه وفي مرئي. فإن فرض أن تلك النسبة يعني معناها المشكلة اللي عملوها المعتزلة لا يرى عشان هو تعالى ليس بجسم ولا إيه وليس بجهة، طب هو تعالى يرى عباده ولا ما يراهم شيء؟ يبقى احنا في جهة وهو يرانا وليس في جهة. شفت كده؟ يبقى طالما جاز في احد الطرفين اللي هو الرائي يرى وليس في جهة فكذلك يمكن ان يكون المرئي يرى وليس في جهة لانه هو رائي واحنا مرئيين، ولما نرى احنا حيث احنا رائي احنا رائيين وهو ايه؟ هو مرئي زي في آية النجم يعني مثلا ولقد رآه نزلة أخرى رآه. طبعا اختلفوا المفسرين على قسمين، اختلفوا في ايه؟ في المرئي هل هو الحق سبحانه وتعالى ولا جبريل، لكن لم يختلفوا في الرائي. الرائي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء خذوا منها حكم ايه جميل جدا، بيقولوا طبعا منكر الإسراء كافر عشان أنكر كذب صراحة النص، أما منكر ابن عراج قالوا ليس كافرا لأنه ده بدلالة الاستيزان وهو يعتبر كافر، لكن المحققون قالوا إنه منكر المعراج كافر. قالوا ليه؟ قالوا تعالى لا تعالى نتأمل في آية النجم ولقد رآه، نتفقنا على إنه إيه الخلاف مش في الرأي في مين؟ في المرأة. لكن أفرض مش مشكلة مش هيترتب يعني ايه اثر او نزاع او شيء على الاختلاف في المرئي سواء كان المرئي سيدنا جبريل او الحق سبحانه وتعالى، لكن اين كانت الرؤية اللي هي صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى هذا يلزم انه كان فين؟ في السماوات اللي هو الرائي مش مشكلة في المرئة. ولقد رآه نزلة اخرى عند إذن معناها النبي صلى الله عليه وسلم ساعة أن رأى سواء كان المرء الحق سبحانه وتعالى أو جبريل عليه السلام كان فين؟
بعد ادعاء دليل على صعوده الى السماوات ام لا؟ ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى. ما ينفعش تفسر الانبياء هنا للحق، ما فيش جهة وما فيش مكان. اذا حنروح على دليل على الله مباشرة ما فيش مشكلة. يعني في الحالة اين كانت الرؤية من النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى؟ سدرة المنتهى فين؟ فوق السماوات السابعة. الكيف رأى عندها هو كان في الأرض، لازم يكون فوق. بدأ دليل على إيه؟ على أن صلى الله عرج بإيه؟ بروحه وإيه؟ وجسده. بالمنطوق وليس بالمفهوم. بالمنطوق وليس بالمفهوم. شوف كده هنا إيه؟ إذا محل النزاع إحنا قلنا إيه؟ أن الرؤية نسبة خاصة بين طرفين رأي ومرئي. فإن فرض أن تلك النسبة تقتضي عقلا كون أحدهما في جهة، اقتضت كون طرفها الآخر سواء الرأي أو المرئي كذلك لاشتراكهما في التعلق. فإذا ثبت بوفاق الخصمين يعني المعتزلة والأشاعرة عدم لزوم ذلك في أحد طرفيها، كل متفقين على كده انه مثلا اذا كان الرائي هو الحق لا يلزم ذلك، اذا كان هو اللي حرق عباده فلما الزمتموه في الاخر؟ فهذا ايه؟ تحكم كده بالهوى من دون داعي، تحكم من غير ايه؟ من غير دليل. واضح اذا معناها مجمل ما قاله المعتزله لو دققنا به انها ليست في نظرهم ممتنعه لذاتها، انما منعوها عشان الجهه وعشان النفي الجسم. يعني معناها كأنهم يقولون الرؤية في ذاتها غير ممتنعة، وإنما منعوها بهذه اللوازم العقلية. واضح؟ تفضل. في المعراج بصرية البصر هي يعني رؤية بصرية، اتكلم هنا رؤية بصرية. يعني معناها المشكلة فيها مش في الألم، المشكلة أن الرؤية نوع إدراك. مثلا زي العلم نحن نعلمه تعالى وهو ليس في جهة وهو ليس في جهة، كذلك نراه. وسيدنا موسى لما سمع الكلام ما هو إثبات ده زي إثبات ده، هل سمع في جهة هل سمع في جهة؟ فهكذا نقول في الايه نوع ادراك يخلقه الله تعالى، فهذا الادراك لم يخلقه فينا في الدنيا ولكنه سيخلقه في الاخرة ان شاء الله تعالى. واعظم حاجة في الرد على الجماعة ولا في نفي الرؤية هيجي الكلام فيها بعدين ان شاء الله بتفصيل، هو انهم يحرمون منها ان شاء الله. يا أخي أنت حكمت كده على نفسك مش هتشوف. هم اللي جنوا على نفسي ولا لا؟ فين عند فين؟ في الكلية دي. لا اللي احنا كنا نقرا فيها الآن في الكلية 88 ورؤية الباري تعالى وإثابة العاصي. إثابة العاصي وهي ثاني وتعذيب المطيع جائز عقلا لكن شرعا واجب. واجب ايه؟ شرعا. ليه؟ لأن الله تعالى لا يخلف وعده، إنما يخلف ايه؟ يخلف وعيده. والغاية العجيب لما تقرأ الآية ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، مش وعيده، يعني فرض هنا يذكر مع العذاب الايه؟ الوعيد. ايه ذكر الوعد مع العذاب يذكر ليه؟ لأن الوعد الذي وعد الله تعالى به رسوله أنه لا يستأصلهم أو أنه لا يهلكهم كما أهلك الأمم التي قبلهم وما كان الله ليعذبهم، هذا هو الوحي الذي وعد الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم لما دعا الله تعالى فقال أعطاني
اثنين ومنع منه واحد، من ضمن ما اعطاه الله وتفضل به عليه انه لا يهلكهم بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سواهم فيستبيح بيضتهم او يستأصل شحفتهم. ما انت ترى المصائب اللي نازله بالمسلمين والدمار والقتل وتقول كيف استجاب ووعد الله تعالى رسوله انه ما يسلطش عدوا عليهم من غيرهم. الاعداء كلها من احنا مع بعض متحملين بعضهم يشتم بعض يكفر بعض، لكن المشكله فين؟ انت تستغرق تقول اعطاني اثنين منهم من ضمن ما اعطاني ان لا يسلط عليهم عدوهم، ذكر القتل والتشريد. ولكن مهما كان والحمد لله لا يمكن يستأصل شأفة المسلمين او يقضوا على الجامعة الاسلامية عن بكرة اهلها. هذا هو المراد الحديث، مش عدم التسلط، فالتسلط موجود لكن لا يمكن ان يصلوا الى غاية اللي هي الاستقبال او القضاء. فمثلا قلت ما حدث في التاريخ في الاندلس انه استؤصل المسلمين هناك وطردوا اشياء، ولكن مع ان المسلمين طردوا من بلاد لكن لم يستأصلوا لانهم انضموا الى المغرب والجزائر والمسلمين لهم. يعني بس ما حدث لم يقضى عليهم بهاجر طردوا اللي قلت، لكن هل قضوا على المسلمين تماما؟ لا، راحوا ايه خرجوا وانضموا الى الجامعة. معنى المراد في الحديث هو القضاء الاستقبال التام، هذا لا يمكن ابدا. اذا يعني هلك جماعه ابدا الله ادلوا شهداء واتخذ منكم شهداء ولا يضيع اجرهم ولا ثوابهم عند الله تعالى ابدا، ويبدل الله تعالى ويظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون بعض الصلاه. هذا المخلوق القوي العظيم الشامل لا يصمد ولا يتحمل،
ولكن سيأتي موعدها في الآخرة إن شاء الله تعالى. وحتى لو قلنا بأنه لم تفيد تأبيد النفس يحمل على أنه سنن كلام كده ماشي. فلما تجلى والتجلي هنا معناه خلق القراءة وخلق الحياة الجبر تمام، لأنه ممكن يكون محل الرؤية مش في العين مش في البصر نعم. المخلوق الله تعالى في ظهر الإنسان فيرى من خلفه كما يرى من أمامه كما خلقه في النساء كان وقف، فلا ما ننظرش كده يقول الناس هو ناظر كده إني أراكم من خلفه، يعني خلق الله تعالى فيه نوع من الإدراك أو من الرؤية في ظهره نعم. وممكن يخلق الله تعالى في جبهة الإنسان أو يخلقه في الجبهة كما هنا في هذه الآية، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه ثبت يا استقرار يعني السكون والثبوت فسوف ترى. فتعليق الرؤية على أمر ممكن يكون ممكنا. فلما تجلى نفيس السلام ربه للجبل جعله ذكرا وخر موسى صعق، فصعق سيدنا موسى لأنه نظر إلى الجبل ولكن ينظر إلى الجبل نعم. والآن ينظر إلى مش المتجلي، إلى المتجلى عليه نعم. وهو مخلوق وهو مخلوق نعم. فضعف ولم يثبت واندك وتهدم إلى قطع وجبال كثيرة من طرف الأرض واستوى بالأرض وتزرع وتحصن إلى أشهر كل ذكي معنى جعله ذكا وقر موسى صعب. فلما أفاق في سام الآية قال تبت إليك تاب من هنا يشعر بأنه في شيء يعني لم يلق أو لم يكن لائقا به أو كان لا ينبغي فتاب منه، إنه هو طلب شيء يعني الله تعالى اصطفاه وفضله بالكلام. اما الرؤيا فهي لمين؟ لابن محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كانه طمع في منزله اعلى لما راى من الفيض والعطاء فكان الله تعالى يقول هذا ليس لك الان لاني اعطيتك وفضلتك برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. يعني اذا معنى تبت اليك كانه طمع فيه مقام اعلى من مما له وهو مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن وللمختار دنيا ثبتت الدنيا خاصه بمين؟ والخله بمين؟ سيدنا ابراهيم. والكلام بسيدنا مين؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ومنهم ورفع بعض الدرجات. ذكر في الآية 2 بتصريح الاسم موسى وعيسى، لذلك قال المفسرون المقصود بقوله تعالى ورفع بعضهم درجات يعني والتنكير هنا لإفادة التعظيم. لما يأتي التنكير يأتي علماء البلاغة يقولون التنكير أحيانا يراد به التعظيم كقوله تعالى ولكم في القصاص حياة يعني حياة وأي حياة يعني لكم حياة عظيمة نعم. حياة يعني ليس بعدها أو إفادة التعظيم. وكذلك في آية الحج ولكم ليشهدوا منافع ولم يقل المنافع يعني معناها منافع يعني معناها وأي منافع فإنها منافع عظيمة. أعظم هذه المنافع أنها تحط عنا الذنوب والأوزار يرجع الناس كيومه. ومن أعظم المنافع للحج اللي هي المشهودة سريان معالم الخير من العباد بعضهم لبعض وهم لا يشعرون. الجمع الكبير ده في إنسان امتاز بالحياة امتاز بالعلم أو الذهن الناس لها كل واحد له شيء يعني برع فيه وبلغ الدرجة القصوى أو الذروة العالية فيه. فتسري هذه الامور من العباد بعضهم بعضا والله على كل شيء قدير. هذه منفعه عظيمه انك تعود يعني بنفسيه جديده وبحال جديد وبمنافع عظيمه يستمر مددها الى ان يشاء الله تبارك وتعالى. جماعه لا تبت اليك يعني كانه اشعار انه المقام ده مش مقام مش الان يعني نعم. ها
لكن هو ده اللي جرأ على كده إشهاد الفرض إله العطاقة الغضب وحتى جرى من كده بأدب ربي أرني يعني مسألة مش من ناحية أنا ما استطيع أرني زي ما قال في حق نبيه لنريه من آياته لنريه فلولا أن الله خلق فيه القراءة ما رأى. حديث السيدة عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم الله سره. برضو حديث السيدة عائشة لا يتناول الآخرة أو لا يتناول أن الرؤية مستحيل ولكن نتكلم على الإيه الدنيا ولم تسند أو ترفع هذا الكلام بدليل أن غيرها من الصحابة على رأسهم سيدنا عبد الله بن عباس وحتى في الفقه أو الأصول المثبت مقدم على الإيه اللي بيثبت يقدم هذا يعني رأت ذلك أو فهمت من قوله تعالى لا تدركه الأبصار. في الفرق بين الإدراك وبين الرؤية. الإدراك معناه رؤية بس فيها إحاطة زي نحن نرى السماء لكن لا نحيط بها ما فيش أفنة ولا فنة أنت ترى البحر ولكن لا تحيط. يقول الإدراك ده رؤية لكن فيها إيه إحاطة ولكن العلم بالله تعالى علم وليس فيه إحاطة وكذلك الرؤية ما فيهاش إحاطة كذلك الكلام ما فيهاش مفهوم إحاطة قال ممشي هو الايه هو الإحاطة وهذا يكون في رؤية إنما موضوع الجهة والمقابلة ده لما يكون في رؤية حادث لحادث لأنه على أقوى شيء نطلب به كلام أنه تعالى هو نفسه يرانا وهو ليس في الجهة وقلنا الرؤية فيها طرفين رأي ومرئي فإذا لزم واحد في أحد الطرفين فكيف ممكن ينفى في الآخر أيضا لما ممكن نجلب المسألة بدل ما يكون هو الرأي وإحنا المرئي بنحكي إحنا الرأيين هو المرئي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها يعني الأدلة العقلية كلها مردود عليها وما قالوه لا يتصور إلا في حق مين الحادث فقط وتعذيب المطيع قلنا إثابة العاصي وتعذيب قلنا هذا يعني معناها مما يجب اعتقاده من الجائز في حقه تعالى هذه أمثلة قلنا مش هنستطيع الحصر نقول لك فعل كل ممكن وتر فذكر أعظم وأشهر وإيه وأقوى الإيه الأمثلة ذكر أول شيء الإيجاز والإيه والترك يعني الإيجاز جائز والترك لازم لما نجيب كلمة جائز لازم يكون فيها طرف لازم لو كان طرف واحد لا يقال جائز إنما إيه واجب أو إيه كان أو مستحيل يبقى معنى جائز يعني معناها لازم يجوز هو ويجوز مقابله هو وضده هو ونقيله ولذلك لما ربنا يذكر الجائز لازم يذكر معاه ما يقابله من لم يقل تعالى في آية واحدة يحيي فقط يحيي ويميت يقفز يرفع يبسط ويقدر هذا الجائز أول ما تجد الشيء ومقابله تعلم أن هذا من الجائز يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي أو ده الجائز لما تلقى اثنين مع بعض ده وعكسه وضده إن هذا هو معنى الجائز يعني طرفان ربنا يجوز يعمل ده ويجوز يعمل ده وعشان يوريك طلاقة القدرة يقول لك أنا هعمل الاثنين يعني رياح يعني حتى موضوع الإيجاز ده والخلق الخلق يقول لك فيه أربعة أقسام يعني مثلا سيدنا أب لا أب ولا أم حواء أب ما فيش أم أم وأب كل الخلق تمام أم يعني لا هي تسمى العقلية حاجة واحدة اللي أم مغلقة عشان يقول لك ده جائز ما دام الجائز لازم يفعل المتقابلات يعني مثلا لو جبنا الأقسام العقلية وجبنا قسم فيها مش موجود يبقى معناها ده خرج عن الجواز يقول لك لا ما خرجش بس أنا هجيب لك ولو واحد في العالم عشان أوريك إنه ده ممكن يعني جائز مش مستحيل بدليل حققناك واحد لأ ممكن واحد ثاني غير ممكن لكن قال احنا لم نخبر في القرآن ولم يأتي ممكن في الحالة دي حديث تعبان للمشاكل يقول مسؤول الإمام مالك عن امرأة بسد
تدع ان لها زوجا من يعني هل يجوز التناكح بين الجن والانس؟ هو مش هيستطيع يمكن انه في ايات تشير الى ذلك. فقال بس نخشى ان قلنا بذلك ان يكثر الفساد في بلاد المسلمين. كل واحده تحمل ان لها زوج من الجن مش هنقدر نقيم حد ولا نجيب الجن نسال ولا نجيب منين ولا نستدعيه. فحنفتح باب للفساد. يقول لك لا مش لانه غير جاهز, عشان حيتخذ ذريعه لايه؟ لارتكاب المحرم بادعاء انه فيه جن وهو ايه في الحقيقه ان ومن الجائز يعني مما يجب ان نعتقد انه جائز في حقه تعالى الاشقاء والاسعاد. الاشقاء خلق قدره الكفر بس, او خلق الكفر. طب والاسعاد خلق القدره على الطاعه او خلق الطاعه؟ ايه الفرق؟ ما هي الايمان الطاعه وكل الحياه, المهم الكفر والمعاصي مع بعض طنطا والطاعه والتوفيق وكله. طب الافضل نقول خلق القدره اللي هو الاسعاد, يعني خلق قدرة الطاعة ولا خلق الطاعة؟ خلق الطاعة أحسن. ليه؟ لأنه لو قلنا خلق القدرة الطاعة يبقى معناها كده الكلام يحتمل معنيين. يبقى معناها بعد ما ربنا خلق فينا القدرة فالطاعة دي خلقناها بقدرتنا نحن, نرجع لكلام المعتزلة. فنقول خلق الطاعة نفسها. طب لما ربنا يخلق فينا الطاعة يخلق فينا أيضا قدرة مقارنة لها, وهذا هو تعريف الكسب, هو عبارة عن اقتران القدرة بالمقدور من غير تأثير. عند الله تعالى يخلق إيه؟ قدرة الطاعة في العبد وإيه؟ والداعية إليها, يعني الميل النفساني. فهذا هو معنى التوفيق أو معنى الإسعاد. لا هو الشيخ ابو الحسن ما قالش المفتاح دي هيبقى معناها الكافر مخلوق فيه القدره على الطاعه وليس موفقا. ليه؟ لانه ليس مخلوقه فيه الدواعي, الميول النفسانيه مش موجوده فيه. فالافضل ان تضيف خلق الداعيه, يعني الميل النفسي الى ايه؟ الى الطاعه. ظاهره ان له قدره, ظاهره مخلوقه فيه. لا, القدره على الكفر او خلق الكفر نفسه, فالكفر نفسه مخلوق. لا, القدره على الايمان اصلا من الكافر, القدره على الطاعه ممكن نقول انه القدره مخلوقه فيه. ما القدره لها معنيين او لها معنيان, القدره بمعنى التمكين دي مخلوقه في الكل. نعم. والقدره اللي هي الفعل ده مخلوقه هنا ومش مخلوقه هنا. ولو لم تكن القدرة بمعنى التمكين مخلوقة في الكافر لما كان مكلفا ولما كان ملاما. والإشارة إلى المعنيين في كتاب الله تعالى, مثلا في قوله تعالى ولله على الناس الحج البيت من استطاع, فلازم القدرة تكون بمعنى التمكين مش هي القدرة المقارنة للفعل. يعني معناها من كان عنده قدرة واستطاعة أو واحدة أو مال وبدن إلى آخره يخرج. فالقدرة هي سابقة أو متقدمة على الفعل. وفي حديث صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال له لا أستطيع أن أصلي قائما, قال صلي قائما إن لم تستطع. فإن معناه هذا كله قبل الفعل, إنما اللي يجي معنى التمكين دي موجودة في الفعل. إنما القدرة اللي هي مباشرة ومقارنة للفعل دي تكون إيه؟ اما في خلق الطاعة او في خلق ايه؟ المعصية. اذن ابن ابو الحسن هو يقول ما فيش داعي يعني مجرد مخلوقة. ممكن نحط قيد هنا نقول بناء على علم الله تعالى ان هذا العبد سيكفر خلق له قدرة القدرة على ما هو الامور كلها لابد في الاخر ترجع الى العلم, الا الى الله تصير الامور. ويسمى خلق الكفر في العبد والعياذ بالله تعالى يسمى الخذلان والخذلان. وقيده الأشعري بحالة الموت وأطلقه الماتوريدي. هي معنى أطلقه يعني جعل الشقي عنده في الحال والسعيد عنده في الحال.
وممكن عنده تتبدل السعادة والشقاوة فينقلب السعيد إلى شقي والعكس ممكن. وهذا بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم وينقلب بعدين وهذا إيه؟ لكن من رحمة الله تعالى أننا رأينا انقلاب كثير من الناس من الشر إلى الخير ولكن نادر نادر جدا العكس اللي هو من الايه خير الى شر ولكن جاهل بدليل انه قال صلى الله عليه وسلم ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبين الا ذراع فيسبق عليه الايه الكتاب. تقدم هذا الحديث عن ابن مسعود تقدم ايه ان احدكم لا يجمع خلقه في بطن امه اربعين ثم يؤمر الملك فيكتب اربع كلمات الاربع كلمات دي هي اللي في علم الله اللي تبقى ما يتعلق يكتب ايه رزقه واجله وعمله والكلمه الرابعه شقي او يعني الملك يقول يا رب اكتب ايه شقي او سعيد طبعا الحديث اللي سبق فيه ايه به فالشقي من شقي في بطن امه والسعيد من سعد في بطن امه. الامام ابو الحسن الاشعري قيدها بحالة الموت يعني عنده السعيد من مات على الإيمان وإن تقدم ذلك كفر وشرك وإجرام وفساد وإرهاب أي شيء قال ما مات على الإيمان وقد سعيد. والشقي من مات على الكفر وإن تقدم ذلك ولاية وعبادة وإمامة كله ما يوجد المهم العبرة بالخواتيم. إذا قيدها الإمام الأشعري بحالة الموت أما ما تريد أطلقها يعني خلاها في الحالة فعنده يتبدلان ذلك إبراهيم بن أدم رحول الجماعة فقالهم يعني قالوا حدثنا أنت عندك إسناد أو سمعنا أنه عندك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بما عندك. فقال للناس إني مشغول عنكم بأربعة أشياء ما لاش حل اكتبوا لي يعني حد قال انا مشغول بيوم الميثاق لما قال ألست بربكم قال ايه بلى فقبض الحق فهذا في الصحيح كله قبضة وقال هذه في الجنة ولا أبالي وهذه فلا أدري انا ترميت كين مشغول انك تفكر لا ابو الثانية قال مشغول بايه بساعة الايه لما ولدت عند الولادة ساعة وكنت جنين في بطن امي وجاء الملك وقال يا رب لما يكتب اربعة لما كتب رزقي واجلي وكتب ايه الثاني عملي وقال يا رب ده السعداء ما هو الملك ما عرفش على حسب ما يخبره الله تعالى اكتب ده السعداء فلا ادري في اي الفريقين كتبت فانا مشغول بدي جدا انشغل بساعة يوم الميتاع وانشغل بساعة ما الملك قال يا رب انا اتكتبت فين قال والرعاء الثالثة لما تخرج الروح مع المؤمنين ولا مع الكفار مع ساعة الايه وجنين لسه ما تولدش لكن كتب مع مين ما عارفش ومشغول بالثالثة اللي لما خرجت الروح في عليين قال لنا كتاب الأبرار قال لنا كتاب الفجار برضو مشغول بدي روح سنتين حطيت هنا في أي مكان. باب والأخيرة لما تقوم القيامة وامتازوا اليوم أيها المجرمين حيميز بين يعني امتازوا كده ايه خليكم على جنب كده عشان نفرق بين المجرمين وبين الصالحين ما عارفش انا في الموضوع ده هكون مع مع دول ولا مع دول اربع حاجات انا مشغول عنكم ايه بيها. يبقى الايجاد الاشعري قيد ذلك بحالة الموت واطلقه الما تريد والاسعاد هو خلق قدرة الطاعة او هو خلق الطاعة وده الاحسن. ليه؟ لما نقول خلق قدرة الطاعة إذا معناها الطاعة دي أو طاعاتنا خلقناها بقدرة نرجع لكلام المعتزلة نقول خلق الطاعة العبد ويسمى بالهداية
وقيده الأشعري أيضا به بحالة الموت، فالشقي والسعيد من مات على الكفر أو الإيمان، وعند الماتريدي هو الكافر أو المؤمن. يعني الكافر عنده شقي والمؤمن عنده شقي. نفرض الكافر كان في علم الله تعالى أنه قال لك ما هو بتتبدل عنده، إنما عند الأشعري لا يتبدلان، سعيد سعيد والشقي شقي، لأنه قيده به. وهي التي بها العبرة، فالعبرة بالمآل يعني بالنهاية، والعامة يخافون من حسن الخاتمة، والخاصة من حسن السابقة، وبينهما تلازم، فلا يمكن أن تحسن الخاتمة إلا إذا سبق، إذا حسنت السابقة، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. فالعبرة بالمآل ولا اغترار بالأعمال. فقد ترى الإنسان يعني زي الخوارج، كان يعني إن أحدكم يحتقر صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامه، ويقرؤون القرآن ويبكون وهو إلى آخره، بك العالم كله ملايين بدعاء. يعني لو دعي على 1000 إسرائيل لنسفها، وكان ينتظرهم يضربون يعني بعد الدعاء ده كله. مرة نسمعت دعوات في الحرم يمكن ساعة ونصف في القنوت، مع قلت انا خلاص بعد ما صلوا الصلاه هتتمسح اسرائيل من الخيط، راحوا ارتكبوا مذبحه في نفس الليله. وقال العبره بالايه؟ بالمآل ولا اغترار بالاعمال، وانما هي امارات وليست بموجبات. يبقى الاعمال دي دلائل اشارات، لكن ليست بموجبات. قد يدخل الله تعالى الإنسان الجنة ولم يعمل أي عمل إلا شهادة التوحيد فقط. الرجل أصرم وسلم لما دخل في أسلم ودخل الغزوة ورماه أحد غزوة أحد أحد المشركين بسهم فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا رجل من أهل الجنة ولم يثبت لله سبيل. العرف المباشرة حسنة الخاتمة، وقد يكون سجد مليون ألف سجد زي إبليس، ما ترك موضعا إلا وسجد عنه، مع ذلك من المطرودين، لأنه سبقت له إيه؟ الشقاوة. فإبليس شقي مهما شقي، ولا يوجد أشقى منه منه إلا من هو راض عنه، لا أشقى منه. إذا إنما هي أمارات الأعمال وليست بموجبات، فمن سبقت له السعادة صرف الله قلبه إلى خير يختم له به، وعكسه بعكسه. وحديث ابن مسعود اللي احنا قلناه إن أحدكم يؤمر بأربع كلمات، والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم بالله قال فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل. والحديث موضوع، الحديث صحيح في هذا الموضوع. فالكلمات التي هي في إيه؟ المقدرة اللي في العلم القديم، اللي هي الأجل والرزق والعمل والسعادة أو إيه؟ أو الشقاوة. فهذا فيه بيان أن تلك الخاتمة وتلك الكتابة، ولا عبرة بظواهر الأعمال قبلها، إنما العبرة بحقيقة الإيه؟ الأمر. وعلى ذلك طبعا جابوا مسألة في الخلاف بين الأشاعرة وبين الماتريديين في الإسعاد والإشقاق. يعني لو سئل واحد من الأشاعرة هل أنت مؤمن، فقال إن شاء الله هذا يصح عندي عند الأشاعرة ولا يصح عند مين؟ عند الماتريديين. ليه؟ لأنه أنا مؤمن إن شاء الله نظرا للمآل، للمآل تمام كده. أما عند الماتريديين فلا يصح نظرا للحال، أنه لو قالها كذلك تعتبر شك، والشك في إيمان نفسه كفر. ولكن أجاب يعني يقول إن شاء الله كان عنده بشك، إنما الأشعري ما بينظرش إليه، وينظر لأن الإيمان عنده مش الإيمان الآن اللي هو الخاتمة بالإيمان، وهذه غيب لا أعلمها. فيجوز أن أقول فيها إن شاء الله لأنها غير مطلع، إنما إذا كان بالنظر إلى الحال يعتبر شك،
والشك في إيمان نفسه كفر. وذلك كنا مسألة كانت اللي هي إذا دعا الله تعالى بقوله اللهم اغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم، هذا يجوز عند مين؟ ولا يجوز عند مين؟ عند الماتريدي، لأنه عندهم لابد ينفذ الوعيد ولو في واحد، يعذب يغفر من يشاء ولو عذب من يشاء، إنما لو غفر للكل كأنه ألغينا إيه الثاني، فلا يكون في اثنين، في مغفرة بس لمن يشاء وفي عذاب لمن يشاء. والجواب إنه هو ممكن نفس اللي هو متوعد بالعذاب هو نفسه اللي داخل تحت المشيئة، فيكون جميع المؤمنين إما أن يشاء الله تعالى أن يرحمهم وإما أن يشاء أن لا زي في قوله تعالى إن يشاء رب عسى ربكم لا إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم، يعني معناها الخطاب لمين؟ لجهة واحدة وليس لجهتين. فممكن رب سبحانه وتعالى يغفر لجميع المؤمنين بعض ذنوبهم أو لبعض المؤمنين جميع ذنوبهم، ممكن كده ممكن كده، يمكن يقول مغفرة عامة، وهذا داخل تحت المشي. قلنا من مات ولم يتب من ذنبه ايه معنى ان شاء وان شاء؟ ومعناه اذا مات احد على الذنوب لا نقطع له بالايه بالعفو ولا نقطع له بالعقوبة، لاننا اذا قطعنا بالعفو تكون الذنوب في حكم المباح، ما دام هنقول له انت اطمئن انت قطعا ربنا هيعفو عنك، معناها كانك بتقول للناس انه ايه الذنوب دي مباح، اعملوا الذنب اللي انت عملوه مقطوع له بالايه بالمغفرة، ولا نقطع له بالعقوبة حتى لا يستوي المؤمن بالكافر. يبقى يبقى تحت الايه المشيئة، وذاك المؤمن بين الخوف وبين الايه وبين الرجاء. وينبني على هذا الخلاف هل الشقاوة والسعادة يتبدلان؟ فقال الأول لا، اللي هو مين؟ والثاني نعم، لأنه عنده إيه؟ اعتبار الحال. والكل في لفظه، لأنه الماتريدية ما قالوا إنه هيتبدل اللي في العلم، ده هيتبدل اللي في الإيه؟ اللي في الظاهر. وأما الإسعاد والإشقاء، يبقى السعادة والشقاء ممكن يتبدلوا، بس على مين؟ ها؟ لا يعني حتى عند الأشاعرة بمعنى بمعنى الظاهر ان احدكم لا يعمل، لانه هو احنا الأشاعرة بيدع الحال في الايمان، يعني معناها قبل الايمان ممكن ما يكونش في ايه قبل الموت على الايمان، ممكن يكون في معاصي او في كفر جدي الشقاوة، لكن لم يعتبروا ذلك، اعتبروا ليه الموت على الايمان، والدليل اعتبروا ليه المؤمن والسعيد في الحال. فمعنى كده اذا كان سبق حتتبدل السعادة ستتبدل اليه الشقاوة، فهمت كده؟ وذلك يقول ده السعادة والشقاوة. فقال الاول لا، وقال الثاني نعم، والكل في ايه لفظه تبدل في السعادة والشقاوة، انما الاسعاد والاشقاء، لان الاسعاد ده مش هو السعادة والاشقاء مش هو الشقاوة، انما الاسعاد ده ايه صفة فعل دي ولا صفة ذات؟ ما صفة فعل عند مين؟ عند الأشاعرة. وذات عند مين؟ عند المراجع للتكوين. الإسعاد والإشقاء والتخليق والترديق كل ده إيه؟ يجمعها صفة واحدة اسمها إيه؟ التكوين. ولذلك شوف يعني بيقول إيه؟ الإسعاد والإشقاء لا يتبدلان اتفاقا، سواء كنا أشعرية أو ما تريدين. إنما السعادة والشقاء هي الفعل نفسها. في فعل وفي صفة إيه؟ فعل. صفات الأفعال عند الأشاعرة هي الأفعال، عشان كده حادث، وعند الماتريدية لا، ده هي منشأ الأفعال وليست هي الإيه؟ إذا على الرأيين الإسعاد والإشقاء لا يتبدلان، أما عند إمامنا الأشعري فلأنهما الإماتة على الشقاوة أو السعادة، إنما قبل كده ما بيعتبروهاش. فهما من صفات الأفعال وهي عندهم حادثة. بس قد يرد سؤال اللي هو ايه كاتب منه، اذا كان الامر قد مضى به القدر خلاص ما فيش تبديل، فلا مناص لكل امرئ كما جاء في الحديث ان احدكم والملك يكتب اربع كلمات اللي هي في العلم الايه الالهي،
فلا مناص لكل امرئ مما قدر له. فما فائدة العمل؟ يعني معناها بعض الناس يقول والله انا كان ربنا كتبني من السعداء خلاص انا من السعداء وانا من اهل الجنة ان شاء الله ربنا انتم جميع وان لم اعمل خيرا قط وخلاص ما اللي بعلم الله مش هيتبدل سواء انا عملت او ما عملتش. لكن السؤال العكس ده ما بيجيش زي ما نسمع في ايه في قوله تعالى او من صفة يعني مثلا مكروه او صيبك ضم او مصيبه تروح الناس يقول لك ايه الناس وعسى ان تكرهوا شيئا وهو ايه لكن عمره جالك هديه ولا جات لك منحه ولا وظيفه ولا من وحد قال لك وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر ثم هو يرجع شوف ايه واحده شوف الاهواء عند الناس حاجة غريبة واصلت ليه للشيء اللي هو يريه. يبقى السؤال الثاني إذا كان الأمر قد مضى به القدر فلا مناص لكل امرئ مما قدر له فما فائدة العمل؟ الجواب طبعا باختصار أنه لا سعادة ولا شقاوة إلا عن طريق العمل والعلم علم يعتبر والعمل اللي هو ايه هيستقبل هيستقبل الانسان بدليل لما قالوا للانسان السؤال ده قالوا ففيما العمل وقال ايه اتركوا العمل ولا اعملوا فكل ميسر لما خلق له يعني معناها ايه فمن ظن انه ان كان في علم الله من اهل الجنه فسيصير اليها ولو عمل بعمل اهل النار ده الحديث بيقول كده او العكس وكان مثله العم يقول كده انه هو اذا كان في علم الله انه من اهل الجنة اذا انا رايح حتى لو قتلت الناس جميعا وشربت الخمر اللي في العالم الغربي الاسلامي كلها وزنيت وفسقت رايح لانه سبق في علم الله وهذا لا يتبدل تقول له تعالى انت عندك اولاد ولا ما عندكش اقول له عندي فهذا سبق في علم الله انك يكون عندك اولاد قال انت انه ما يكونش عندك اولاد طب ما دام انت سبق في علم الله انه يكون لك ذريه تزوجت ليه قال لك ذريه سواء تزوجت او لم تتزوج يقول لك لا لابد من الزواج عشان خلاص لابد من العمل عشان تروح الناقه وعشان تروح الجنه والا لبطلت الايه التكاليف والله زمان كان واحد يقول ان احنا رايحين في الثانويه نروح نمتحن في الامتحانات في ناس يقول له دعي لي يقول ما حينفع الدعاء فيها لازم تذاكر ولازم تحفظ لما تقول بعدين انما الان اوعى تفتكر على ايه دعائي وكان يقول لنا الذي يريد النجاح من غير مذاكره كالذي يريد الولد من غير زوجه فاذا كان ممكن هذا حيبقى ممكن هذا إذا كان ممكن يجي لك ولد بدون ما تتزوج يظهر ويرى إذا ممكن إن الله ممكن يجي لك ولد يخليك بإذنك زي ما قال النصارى عيسى إنه من غير ولد ومع ذلك أنت بتحكم باستحالتها وهي جائزة لأنك أنت رابط ربط عندك ربط عقلي ربط عقلي وده جالك الجهل من هنا ومع ذلك بتقطع يقينا إنه لابد عشان يجي لك الولد اللي هو مكتوب في علم الله لازم تتزوج فعشان تجي لك الجنة اللي هي مكتوبة لك إن شاء الله لازم تعمل بعمل إيه؟ بعمل أهل الجنة. أمال كيف الرسول ممكن يجي في الآخر يسبق عليه الكتاب؟ الرواية الثانية قالت فيما يبدو للناس. يعني هو في الحقيقة ما تفهمش معناها يعمل بعمل أهل الجنة فيما يعتقد الناس وهو في الحقيقة لا يعمل بعمل أهل الجنة. ظننت انه يعمل انما هذا الذي يعمله رياء ونفاق وكذب وخداع فانت تقول ان لك انت لا تعلم حقائق الامور ولا بواطنها لان ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه العدل فكيف يعمل بعمل اهل الجنه وبعدين يدخل النار عشان سبق ربك سبحانه وتعالى ربط المقدمات بالنتائج والاسباب بالمسببات يبقى الجواب على ذلك أن الذي يقول
إن كان في علم الله تعالى من أهل الجنة فسيصير إليها ولو عمل بعمل أهل النار أو العكس، كان مثله كمن يظن أنه لا فائدة من الزواج، لأن الله تعالى لو كان قدر له ولد فسيرزقه وإن لم يتزوج. الله عليك لو مش حيتزوج، لو مش حيتزوج ربنا حيرزقك بالولد والله قادر. هيجي في شهادة الله يقول لك اسم الأم إيه؟ هتعمل ايه؟ اقول ما قد ما مش مقدرش في علم ان كل يوم يقول لك لا انت مش خالد مش سيدنا عيسى. ده مثال عشان ربنا يخرج به. لا والحمد لله لما ربنا خلق سيدنا عيسى بأب من غير ام ما كانش فيه شهادات ميلاد، والا كانوا ايه؟ كذبوه باسمه لازم يكتبوه، حتى لو واحد بيكتبوه ايه؟ اسم وهم كده شايف؟ فكانش الحمد لله فيه سجلات ولا حاجه زي كده عشان ما حدش يقول الكلام. فهذه نقول كده اوهام اخذه الوهم، حيث لم يلحظ ان الله تعالى ربط النتائج بالمقدمات او المقدمات بالنتائج. فكل خد بالك من المقدمه والنتيجه جرى بها الايه؟ القدر. يعني مش فقط المقدمات اللي ربنا قضاها او قدرها والنتائج. يعني مثلا ايه؟ لما اذا كان الامر فرض منه وقدر في علم الله كل شيء وسبق القضاء والقدر بما كان الى اخره، فمش فيما العمل والدعاء. هل نهى مثلا عن الدعاء ام امرنا به؟ وقال صلى الله عليه وسلم انه لا يرد القضاء الا الدعاء. ثم قال عباره كده تحل بالشام، يعني القضاء مش حاجه ترده. امال كيف الدعاء؟ قال لك وان الدعاء من القضاء. يبقى معناها هذا قضاء وهذا قضاء، يبقى مفيش حاجه ترد القضاء. لانه لو انت مثلا اصابتك مصيبه وقدر الله تعالى انه سيكشف عنك هذه المصيبه وسيرفع عنك هذا الضر، وفي نفس الوقت قدر انك ستدعوه فيستجيب لك فيكون رفع الضر مرتب على الدعاء، ويكون رفع الضر مقدر والدعاء الذي دعوت به مقدر ايضا. فلم يخرج شيء عن القضاء والقدر ابدا. انا كل شيء خلقناه، كل شيء من القدر حتى الكيس والعجز. يبقى معناه ما فيش حاجه خرجت اصلا. يبقى بس سبق في علم الله انه في ربنا حيكشف الضر وحيدعو الانسان او تدعو الناس، وهذا ايضا مقضيه. ولذلك قال ابن عطاء الله كلمة جميلة جدا، قال اعلم انه متى حرس الله تعالى لسانك بالطلب فهو يريد ان يعطيك. يعني اول ما تدعو الله اعلم انه انت كده مجاب. ليه؟ لانه لو كان ما قدرش الاجابة ما كانش ايه؟ قدر الدعاء. وهو تعالى ربط هذا وقال ادعوني استجب. إن قدر الإجابة حيقدر معها الإيه؟ الدعاء، وإن قدر الدعاء حيقدر معها الإيه؟ الإجابة. يبقى كده حلنا إيه؟ المشكلة السؤال ده اللي بيقولوه الجماعة اللي هم مش فاهمين، سؤال غير إيه؟ صحيح، وسؤال باطل، والمثل اللي بيقول لهم المية تكذب المثل تعالى. أنت إن كنت صادق مع نفسك، إن كنت صادق، بعض الناس يرجعوا كده، أربعة ستة إيه تقول في العصيان ربي غافر في العصيان. ما يعرف ربنا غفور رحيم. خلاص انت اول واحد تعصي ولا اخر واحد تعصي؟ تقول في العصيان ربي غافر، صح ولا لا؟ صدقت. ولكن غافر بالمشيئه، وانت نسيت الحته دي. هو غافر لكن قيدها بايه؟ بالمشيئه. معناها مش غافر وخلاص لمن هب ورد، مقيد بالمشيئه لمن يشاء. وربك رازق كما هو غافر، فلما لم تصدق فيهما بالسوية؟ يعني خليك نايم ما تروحش العمل واطمئن ما حدش هيفصلك والراتب هيجي لك الحق. ما هو ربنا زي ما قال لك انا غافر قال لك انا رازق، فليه اطمئنيت عند المغفره وما اطمئنيتش قمت بسرعه وتركب المواصلات وتجري عشان تلحق العمل؟ واهتميت هنا عشان خايف من خصم الدنيا، انما الثاني انه في الاخره انت مغفل.
وكانك يعني الاخر مش في بالك، فقلت مش مهم، لا ده دي اهم، ده الاخر اثر عليك من اي شيء، فانت كده مش يعني متصادق مع نفسك، انت كل شيء مقدر. امال ليه بتروح تعمل وتروح تكسب الرزق عشان تكسب وتربح، وليه بتتزوج عشان ولد لك؟ ما هو خلاص هيجي لك الولد، هيجي لك تزوج. ما هذه امثله هي تبين كذب هؤلاء انهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يعني غير صادقين حتى مع انفسهم، زي الرجل اللي كان في القريه وكان يشيع انه الطبيب ده ما يفهموش حاجه والعلاج ده يتوكل على الله الانسان ويدعو الله واي حبوب او اي حاجه كده اعشاب يحصل بها الشفاء ان شاء الله تعالى. فلما مرض ابنه اسرع في السر كده وطور، فخلاص المساله تعلقت به هو الشخص، فراح جرى وداه في السر للطبيب. اما بتشيع للناس كده يبقى معناها غير صادق، بيتكلم عن مصلحه يعني قد يكون في احيانا قطع رزقه بسبب وجود هذا الرجل، فيشيع في الناس هذا الايه الكلام، لكن عندما يمسه هو ها يعمل ايه؟ يكفر بما ايه يعتقد وبما يقول. عند امامنا الاشعري فلانهما اي الاسعاد والاشقاء الاماته على الشقاء، الاماته يبقى الموت على الشقاوه ده اسمه شقاوه، طب والاماته اسمها اشقاء، والموت على الإمام ده اسمه سعادة، والإماتة اسمها ايه؟ سعادة. فهما من صفات الأفعال وهي حادثة عند الأشعري، لأنها عبارة عن تعلق القدرة بالمقدور كما مر. أما عند الماتريدي فلأنهما قديمان، لأنهم عندهم دي ايه؟ صفات، صفات أزلية. بعضهم خلاها كثيرة جدا، الإحياء صفة والإماتة صفة، لا كل أرجعوهم المحققين لا صفة إيه واحد ما إيه التكوين، وهي قديمة. والتكوين لا يلزم منه قدم المكون، تمام كده. وجميع ما نعبر عنه بصفات الأفعال فقد جزم الماتريدية بقدمها، ومجموعها عند محققيهم عبارة عن صفة واحدة تسمى بالتكوين. منهم من قال انها صفات كثيره، مش واحده، قائمه بذاته تعالى لكونها صفه معنى كالقدره والاراده، يتاتى بها وجود الاشياء على وفق الاراده. والفرق ايه الفرق بين التكوين وبين القدره؟ قال لك القدره عندهم بها صحه التاثير، والتكوين به التأثير نفسه، أي به وجود الأشياء. احنا نسمي التكوين عندنا ايه؟ ها؟ التعلق الصلوحي القديم اللي هو صفة التكوين نفسه، والتنجيدي الحادث اللي هو ايه؟ تعلق القدرة للمخلوق. وذلك عندنا احنا ايه؟ حادث وليس ايه؟ وليس قديم. تعلق القدرة التنجيزي بالمقدور، يعني هو إيجاد المقدور. ولذلك شبه المثال إيه؟ بقول لك بالقش أو بالعود اللي إيه الرب، كونه قابل للاشتعال وهو لسه لين، يبقى ده إيه؟ اسمه قبول للاشتعال، قبول إمكاني بعيد. ولما يكون يابس وقابل ده قبول إيه؟ استعدادي قريب، يعني كأنه القدرة عندهم دي تهيئه أو تجعله قابلا اللي هو الممكن. أما التكوين هو الذي به الإيه؟ التنفيذ وبه الإيه؟ التأثير. يبقى ممكن نجعل الخلاف لفظي، ممكن نجعل إيه؟ وحاصله أنه لا يصح أن يكون مبدأ الوجود القدرة. ليه؟ لأن أثرها صحة الفعل والترك من الفاعل، فتكون عند الماتريدية فتكون نسبتها إلى الطرفين على السواء. قالوا كده يعني معناها الله تعالى قادر على إيجاد هذا، وفي نفس الوقت قادر على عرض ليه الطرفين على السواء، فلا بد من صفة أخرى بها الصدور وهي التكوين. فهي ليست، احنا بنقوله على التكوين، احنا بنسميه كده التعلق التنجيزي الحادث للقدرة،
حتى تكون حادثة وجائزة. والجائز يعني هم قالوا لابد من صفة أخرى هي إيه؟ التكوين. يعني صفة زيادة عن كل واحد عندهم صفة ثمانية. فهي ليست يعني صفة التكوين احنا بنقول على هي التعلق التمجيدي للقدرة. هم قالوا لا ليست هي التعلق التمجيدي للقدرة حتى تكون حادثة وجائزة. هم ليه الجائز؟ قالوا الجائز هو الحدوث وعدمه لا الإحداث. وهو الجائز ليه؟ الإيجاد والترك أو الإتعاد والإشقاء ده قديم خلاص كده؟ يبقى سواء عند الماتريدية أو عند الأشاعرة يبقى المبدأ نفسه قديم. إنما الأثر أنا اعتبرنا إحنا إن هو التعلق التنجيز الحادث الجائز حادث خبر ونعتبرنا إنه مش هو التعلق ده أمر اعتباري حتى ممكن نسميه حادث. التعلق إنما الأثر عند الجميع حادث الحدوث وإيه وعدمه لا الإيجاد فإنه إيه قديم لكونه صفة ذاته. يعني معناه يقول لك الإيجاد قديم والموجود حادث الإسعاف قديم والسعيد حادث الإشقاء قديم والشقي حلت ولا لسه؟ يبقى إذا فالإشقاء يعني الإيجاد والإسعاف ده صفة ذات عند مين؟ عند الماتريدية. وصفة فعل عند مين؟ يبقى فالإشقاء والإسعاف لا يتبدلان لقدمهما كما علمت أنهما يرجعان إلى التكوين الذي هو صفة ذاته تعالى. إيه اللي يتبدل؟ السعادة وإيه؟ والشقاوة. لأنهما الكفر والإيمان لا بقيد الموت عند مين؟ على ذلك ولا يلزم من قدم التكوين قدم إيه؟ المكون إذ لا يلزم من قدم الصفة قدم متعلقها أو متعلقها. وجملة القول بذلك أن الإيجاد والخلق والإحياء والإماتة والإشقاء والإفعاد والتفصيل إلى غير ذلك عند الأشعرية صفات حادثة لأنها إضافات واعتبارات بين القدرة والمقدور. وعند الماتريدية قديمة لأنها صفة أزلية بها صدور العالم وكل جزء من أجزائه وتسمى تكوينا. لكن إن تعلقت بوجود الشيء سميت إيجادا وخلقا أو موت سميت إماتة أو بصورته سميت تصويرا وهي زائدة على القدرة والإرادة فالإرادة بها التخصيص والقدرة هي القوة. عندهم الكلام هي القوة على فعل الشيء أو تركه ونسبة الأمرين إليها على السواء فليس بها صدور الأشياء وإنما بها قبول الصدور فهي مبدأ لقبول الصدور والتكوين مبدأ لنفس الصدور. والمحققون من الأشاعرة على أنه ليس في الأزل إلا مبدأ الإيجاد والإشقاء والإسعاد وغير ذلك ولا دليل على صفة أخرى سوى القدرة والإرادة. فإن القدرة وإن كان إثباتها إلى وجود المكون المكون صلحها وعدمه ما ينفعش المكون المكون وإيه صلح الإشياء على السواء. لكن الشبهة اللي قالوها الماتريدية قالوا أصل القدرة بها قبول الصدور اللي احنا بنسميه التعلق الصالحي هو مش شرط يعني. قال فنحتاج لصفة أخرى مش بها قبول الصدور بها الصدور نفسه. قولوا منكم نسيته صحيح القدرة بها قبول الصدور لكن الإرادة لما خصصت يبقى بها الصدور نفسه مش قبول الصدور بها قبول الصدور إذا فصلناها عن الإرادة. لكن إن جعلنا الإرادة تخصص الممكن ببعض ما مش ممكن يجد عليه يكون موجود لا القدرة لو خذنا على رأي الماتريدية بها إيه يعني هي طرفها سواء إلى الممكن يعني هي القوة اللي تهيئ الممكن لأن يكون موجود لأنه نسبتها إلى الإيجاد والإعدام واحدة فقال الله تعالى الإيجاد والإعدام ده بالنسبة لكم. نقول لهم أنتم نسيتوا إنه الإرادة بتخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه فبيه اللي يجوز هنا يجوز الإيجاد والإعدام فخصصوا من الإيجاد إن القدرة بها نفس الصدور وليس بها إيه قبول الصدور
لأن الإرادة خصصت أحد الطرفين، هم جعلوا على السواء يعني الطرفين متقابلين، ولكن قلنا لهم أن الإرادة خصصت واحد. كنت فين في العلم راح تكون هذا ما خلاص بقول لك. لكن صحيح الكلام ده، القدرة وإن كان نسبتها إلى وجود المكون وعدمه على السواء، مش الممكن في طرفين، والقدرة نسبتها إنه ممكن توجد وممكن تبقي على عدم أو تعدم، يبقى النسبة واحدة مش واحدة. بعضهم مصيفة تاني يقول لا مش عاوزين صفة تاني، نستغني بتخصيص الإرادة. فالإرادة لما خصصت أحد الطرفين أو أحد الأطراف المتقابلة لم نحتج إلى صفة زائدة على القدرة، يبقى القدرة بها الصدور وبها التكوين وبها التأثير بناء على تخصيص الإيه؟ وإنما نص على الإشقاء والإسعاد وإن دخل في الإيجاد. يعني احنا قلنا مما يجوز على الحق سبحانه وتعالى فعل كل ممكن وايه وتركه. طب من ضمن الامكانات كثيره الممكنات، منها اول حاجه او اول حاجه الايجاد والترك. طب لماذا خص الايجاد والترك او الاسعاد والاشقاء؟ يبقى خص او نص على الإسعاد والإشقاء وإن دخل في الإيجاد. ما هو الإسعاد يعني معناها إيجاد السعادة، والإشقاء يعني معناها أو ترك السعادة، يعني داخلين ولا مش داخلين، يعني قال لك إيجاد كل ممكن وتركه. فلماذا جاء بالإسعاد والإشقاء؟ قال لك وإن دخل في الإيجاد اهتماما بشأنهما. لذلك أنه شأنهم عظيم جدا، هيترتب لهم الجنة والنار. فجاء هذا التخصيص بعد ايه؟ بعد التعميم. ودخل في الجائز رعاية الصلاح والأصلح. يعني احنا عندنا الأشاعرة عندنا الصلاح والأصلح موجود، لكن ايه الفرق بيننا وبين المعتزلة؟ انه عندنا جائز مش واجب. يعني عند المعتزلة انه واجب او مما يجب في حقه تعالى الصلاح والأصلح. ايه الصلاح؟ الصلاح تبدو ايه؟ الفساد. والأصلح يقابله ايه؟ الصالح. يعني صالح واصلح. صلاح اذا فساد. يعني ان كان في امرين احدهما صلاح وفساد عند المعتزلة يجب فعل الصلاح وترك الايه؟ الفساد. طب واذا كان الامرين مش صلاح وفساد، صلاح واصلح، بل يجب فعل الاصلح. يعني لو فعل الصالح يبقى ايه؟ فعل ايه؟ ما يعني ما لا يليق او ما لا ينبغي. يبقى عندك صلاح وايه وفساد. يبقى اذا مما يدخل في الجائز في حق الله تعالى رعاية الصلاح والاصلح. رعاية او فعل. طب ليه احنا لو قلنا كما قال المعتزل، المعتزل الواجب، لو قلنا بان الله تعالى يجب عليه فعل الصلاح، يجب، وما دام واجب، يعني انت مثلا واجب عليك تؤدي الدرس ده مش تطوع، لو كان يجب على الله تعالى فعل الصلاح او فعل الاصلح لما استوجب شكرا من عباده لكونه مؤديا للواجب، ولا شكر على واجب. ده انت واجب عليك تعمل فيه، اشكرك ليه؟ فما دام الزم الله تعالى عباده بشكره يبقى ليس بواجب، عباده تفضل وانعام. لأنه لو كان واجبا غير مستحق للشكر انت واجب عليك ما عملتش حاجه لكونه مؤديا للواجب. كمان راح انا اديت لك وديعه، مش واجب عليك حق الوديعه؟ قال لما جيت اديتني الوديعه مش هشكرك على الحاجه دي، لانه واجب عليك رد الوديعه. وكمن يؤدي دين اللزمه على الدين وحل الموعد للسداد، واجب عليك السداد. ما علينا من شكرت الله ويعتبر كده مني تضرر مني، مش واجب عليك. مع انه سبحانه وتعالى طلب من عباده ان يشكروا. ذات المعتزلة لما قالوا يجب على الله تعالى فعل الصلاح او فعل الايه؟ الاصلح. الصلاح لما يكون فيه مقابل فساد، والاصلح لما يكون مقابل ايه؟ صلاح. نقول لهم يلزم على قولكم هذا أن تكون إماتة الأنبياء والمرسلين
مع تبقية إبليس وذريته أصلح للناس وكفى بهذا فضعه. يعني إيه الأصلح؟ ربنا يخلي إبليس قاعد إلى يوم القيامة وموت الأنبياء والمرسلين. فكان الأصلح يسيب الأنبياء ويقضي على مين؟ لكن عمل العكس، ساب إبليس وساب المفسدين في الأرض وخد إيه؟ قبض الأنبياء تعالى إليه. ولا يقول أحد بأنه بقاء إبليس أصلح. وعارفين القصة اللي هي بتاعت مين؟ أبو علي الإيه؟ الجباهي أحدي إن شاء الله، مش موجود هنا؟ يبقى إذا دخل في الجائز رعاية الصلاح والأصلح، إذ لو وجب عليه ما هو الأصلح في حق العبد ما وقعت محنة، يعني المحن دي والشدائد. وما خلق الله تعالى الكافر الفقير المعذب دنيا وأخرى. دايرت كافر وقاعد في قصر مثلا زي الملك فهد، أمه مسكين قاعد تحت السلم ومعذب نزل ترمى عليه الزبالة ومهان، فأي صلاح له وأي شيء أصلح في حقه؟ دل على أنه جاهل، يعني ممكن ربنا يفعل ده ممكن يفعل ليه. وما حصل إيلام لطفل لا تكليف على الطفل ده يتألم ويصرخ من الألام، يعني ايه الذنب اللي ارتكبه؟ وهل قال لك ما انت ما تفهمش القضية أوسع من عقلك، أو قد يكون في ألم الطفل هذا حصول الثواب لأبويه. انت مش عارف انت بدأ يعني كانوا الأبوين يقوموا وعالجوه ويسهروا عليه، ده الثواب ليه ولا في الثواب؟ يبقى الأصلح مش لي هو لكن لمين؟ لما ينفع ايه؟ أبويه. ولما كانت بعض البهائم والطيور في غاية الضعف والبلاء، ولما كان لطلب الهداية وكشف الضر معنى، لأنه واجب على أنه ربنا يعمل لنا الصلاح يعني يهدينا ويكشف عنا الضر، ما يجيبلناش مصائب ولا أزمات ولا أي شيء ولا شدائد أو ما فيش ضر، يبقى ما فيش معنى لوجوب إيصال ما هو الأصلح للعبد. ولما بقي في قدرة الله تعالى بالنسبة إلى مصالح العباد شيء آخر، إذ قد أتى على ما في وسعه من الأصلح الواجب. يعني عمل اللي عليه خلاص، واللي عمل اللي عليه ما حدش يلومه على هو عمل ما في، ده معناه كده كلامه. ومن يقل فعل الصلاح وجب على الإله قد أساء الأدب. ومن هم الذين أساءوا الأدب؟ المعتزلة. والله تعالى لا يجب عليه شيء، ما فيش حاجة تجب عليه. ليه؟ لأنه يلزم من إساءتك لغيرك بعدك عنه ونفرتك إلى آخره، وهي أبلغ في الحقيقة أنه أخل بالأدب مع الله غاية الإخلال، حتى خلت قلوبهم عن بوارق الإجلال وارتكبوا بدعة شنيعة وقوة فظيعة. ذلك لأن من وجب على شكره، لما يقول واجب من وجب عليه شيء فهو مقصور، ثم لا يصح أن نراد بالوجوب عليه تعالى ما يستحق تاركه الذم والعقاب. كما حتى الشيخ ابن رضي الله عنه بيحسن قول المعتزلة، يقول لك لا يصح أن نراد بالوجوب ما يستحق تاركه الذم والعقاب أو فاعله الثواب والمكر كما في حق المكلفين واجب عليك يعني. وهو ظاهر، فما بقي إلا أن معناه لزوم صدور الأصلح عنه بحيث لا يتمكن من الترك، وإلا فلا معنى للوجوب. يعني لا تتصور أن كلام المعتزلة واجب يعني أن هناك من أوجبه، أنه ليس هناك أعلى ولا فوق ولا سلام ولا، وهم لو قالوا بهذا المعنى لخرجوا من الملة، أنه في موجب على الله هو الذي يستحق الألوهية. معنى واجب عليه يعني إيه؟ يعني معناه لزوم صدور الأصلح بحيث لا يتمكن من الترك، وإلا فلا معنى للوجود. وإحنا قلنا الأصلح ده جايز يعمله وجايز يعمل غير الأصلح، جايز جايز هذا وجايز هذا. وأقوى ما تمسكوا به في ذلك أن ترك الأصلح يستلزم المحال من سفر،
او جهل او عبث او بخل. يعني ما دام ترك الاصلح وفعل الصلاح او ترك الصلاح وفعل الفساد ان معناه اما هذا سفيه او جاهل او عابث او بخيل معناه كده. وظاهر انه رفض لقاعده الاختيار وتمسك بالفلسفه الظاهره العوار. يعني الشيخ كشف سر كفي قال لك هم كده بينفوا عنه تعالى الاختيار. ظالم مختار ما نقولش واجب، ما يجيش الواجب مع الاختيار. وحكي ان الامام ابو الحسن دي قصه جميله تقطع داب الشبهه من اساسها. قال لك الامام ابو الحسن اشتعل شيخه ابا علي الجبائي وهو يقرر مساله وجوب الصلاه، فقال له ماذا تقول في ثلاثه اخوه مات احدهم مطيعا والاخر عاصيا والثالث صغيرا. واحد من الثلاثة مات ايه مطيع وكبير، والثاني مات ايه عاصيا وكبيرا، والثالث مات صغيرا قبل البلوغ. فقال الاول يثاب في الجنة الكبير الطاعن، والثاني يعاقب في النار وجوبا، والثالث لا يثاب ولا يعاقب. فقال الاشعري فان قلت فإن قال الثالث اللي هو ايه؟ واحد يقول ثلاثة، واحد حيدخل النار وجوبا كده عشان عاصي، والثاني حيدخل الجنة وجوبا عشان ايه؟ طاعة. أنا بقى أنا عاوز أقول لك حكم بعمل ما فيش تفضل بغض عليه. فقال الثلاث إخوة دول الثالث اللي هو مش حيثاب ومش حيعاقب، لو أنه قال يا ربي لما أمتني صغيرا ولم تبقني إلى أن أكبر؟ أكبر عشان يكبر فأطيع لأثاب في الجنة. فقال الجبائي
وجه الصلاح والأصلح ده خلق الكفار. الأصلح للكافر إيه؟ عدم خلقه أو إمادته قبل التكليف. لك ربنا خلق ولا ما خلقوه وخلاه عاش بعد التكليف ولا ما عاش. يبقى هو أشهد المذهب مين؟ يعني يوم القيامة إيه اللي كان أصلح للكافر؟ ما يتخلقش من أساسه. يا ليتني كنت تراب. حيقول كمين أو أنه يموت وهو صغير حتى يدخل إيه يخدم على أهل إيه الجنة دي بالماء المخلص. يمكن في صلاح لنا لمين؟ فرضي يمكن في صلاح للمين؟ أيوه عشان نقتلهم وناخذ الأرض ويتخذ منكم شهداء في الجماعة. يعني صلاح لنا احنا مش لهم فمصائب وقوائم عند فرض. بس الأصلح بالنسبة لي هو إيه؟ احنا بنتكلموا على جهة العقل. وذلك شوف الثلاثة اللي بيقول له ايه الثلاثة دولة ثلاثة اخوة مات احدهم مطيعا والاخر عاصيا والثالث صغيرا. ده المطيع ده على الجنة على الحس كده. طب والثاني على النار حس. والثالث قال لا لا ثواب ولا عقاب مش حاجة. قال لي ما هو ذنبه ايه هو ربنا اللي امات هو ذنبه ايه. فقال الاشعري في الذكاء بتاع العلماء فإن قالت الثالث اللي هو مات صغير يا رب لما أمدتني صغيرا ولم تبقني إلى أن أكبر فأطيعك لأتاب في الجنة كما إيه أتيب أخي. فقال الجبائي يقول الرب إني كنت شوف التقاعر إني كنت أعلم منك أنك لو كبرت لعصيت فدخلت النار فكان أصلح لك موتك. وشو بيقولها إيه بإعجاب ناسمة في حاجة ثانية كان الأصلح أنك تموت صغير. فقال الأشعري فإن قال الثاني يا رب لما لم تمتني صغيرا لئلا أعطي فأدخل النار ماذا يقول الرب؟ هل هيقول لا الأصلح أنك تدخل النار؟ يعني مش ممكن ده الأصلح ده ده عين المسائل زي ما أنت قلت. هيقول إيه اللي مات كبير دخل من كان يا رب من كان موسع زي ما مات اخي الذكر الصغير لما مات صغير قلت له اصلح ليك تموت صغير. طب انا ما تموتنيش ليه صغير كما امت ايه اخي لئلا اعصي فادخل النار فماذا يقول الرب؟ فبهت الجبائي. ويروى انه قال للاشعري لما قال له الاشعري كان جميل قال له ابيك جنود يعني انت مجنون تسالني السؤال دي ما هو ما عرفش الاجابه فلجا الى الى الشتيمه. قال له ابيك جنون؟ فقال الاشعري لا ولكن وقف حمار الشيخ في العقبه. يعني خلاص انتهينا. فترك الاشعري مذهبه مش مذهب الاشعري مذهب مين؟ الاعتزال ده. واشتغل هو ومن معه بابطال راي المعتزله. تبقى الفترة اللي قضاها الإمام الأشعري مع المعتزلة كان فيها خير كبير وعرف الشبهات وعرف اللف والدوران وعرف القواعد العقلية وعرف كيف يحارب مذهبهم. وإلا لو ما دخلش معهم كان كيف فهمهم وعرفهم. يبقى الأول كان مع الاعتزال فترة طويلة حتى عرف كل صغير عرف عيوب المذهب ده كله ووفقه الله تعالى إلى ترك هذا المذهب ومضى عليه إثبات ما وردت فيه السنة ومضى عليه الجماعة. فسموا أهل السنة والجماعة هم مين؟ الأشعرة. وسبب تسمية المعتزلة معتزلة أن رئيسهم واصل معروف قصة صافي بن عطاء اعتزل عن مجلس الحسن البصري يقرر أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ويثبت المنزلة بين المنزلتين. فقال الحسن البصري اعتزل عنا واصل او اعتزلنا واصل. ومنذ هذا العهد نسب الى هذا المعتزلة. اما الامام الاشعري فقد يقرر السنة والله تعالى اعلم وصلى الله عليه وسلم.